بقولال شعب صوماليا ايا يسوغو صوبحي ودوينك واوين اي مغالا مدحضة دالك كونفر افريكا اي بريتوريا ارنتان ايا وحاسو قبن قابي جالي دا صومالي دا اي كردقن دالك كونفر افريكا وحاك سوقيب غالي وحقرد اقونيهانو سياسيين علوما ودين عرور اي عرولي وجيدو دو وحا لغده هانا يمرغو اي عرقات بلاران وحا اي كرد واقعين اريا كميدا بدا صوماليا صومالي بالي dulkaygu iib ma aha iyo waxyaabo kale la mid ah waxa hor kacay gudoomiyaha jaaliyada dalka Koonfur Afrika Maxamed Umar Warsame Talyani waxa sidoo kale goob joogayaal ah gudoomiyasha gobolada kala duwan waxa garad وقتي بضن أي كوقاتين إرد هوري وزارة أرمها دبادة دالك كونفر أفريكا ولو عدسي قود اللغة أقبالي أي كسو قيب قلين قار كميدا مدحضة دالك كونفر أفريكا وحاسدو كالات قوب تكسوغنا أضيال سي قلول أوغها اللي دارين كودونا كوموجيي أرين تدامع فوشحون أي دكتور أبي أحمد رئيس الوزارة إيتوبيا وكوكعي أنغا وحي نوتهي مالين دقال بي نوتهي مالين دقال بي نوتا هاي مانتا سياد اكتهين انيغا وا مالين لا اسكود دا يي ودن كنغا ان لا قاطو قيب كميدا ميان اقلنا هاي ودن كينا قيب كميدا ان ايتوبيا قادتو ميان اقلنا هاي ان ان انيغا نول ودن كنغا قيب كميدا لغا قبا ايتوبيا وعان اشيغينا داتكا أرنتا إسكودايغا فوشا حن سمييي موسى بيحي إيا غيركي ميدنا مقاري كرادول كينا إدانو أقولنا هاي إناي قد مجرتو ودنكا وحا إسكالي جيلال كسو كرايا أو إلهي كو أبو راي أو مسلمين تاهو صومالي دا إدان أقولنا هاي إن لغا قدانا مجرتو وحان ربا دادك صومالي دا إنان باق ادرو إتوبيانا آنوانين أما ديقنين ادرو midka koobaad waxay tahay dadka Soomaaliyeed walaalayaal isku duubni muujiya sidii la idin ku yaqiinay isku duubni muujiya meel aad joogtaan dalka iyo dabadaba awoodiinana Allah idin tuso waxaanahay dadka kaliya oo dunida ku nool wadan kasta ku nool 5 milyan oo markay ugu yaraato 3 milyan iyo 500 oo shaqeysato professional ay dabada u jirtaanahay وحنا هاي ودن ككلية تضبط مليون أو هبايسن أي جده هيسة جوكتو وحنا هاي دات ككلية الدون كسياسة كسعطة ميل والبلس عضاء أو محنكو إلى هذا إنه هذو فريهين سيدا الدراد ما إهدين دات دول كيالة وحاتين دات وحوض الدفاع عنكرة نحلك وياشو الدفاع عنكرة دل كود الدفاع عنكرة دين تود تكاقفة إنسان عندو وقت غير يهي عيد مدينة مريرنسكا أم بعيد مدينة بدأ aan hadda dharkooda kulbisnay waxaan ka codsanay in meel walba joogan kubo cusub iyo kubo horeba inay diyaar garoobaan taasan aan farinta ugu gudbinay waxa kale oo u sheegay Ethiopia maraakiibta iska caraaja bad aad maraakiibta la imaadaan askartiina ma hayno kuweena naga badan ciidankeena joogo waxbaha cabsanaadeer xasarow noo bilaaw balaayada waa ka soo wada bixeena qof alaa qofkii jooga dibadaha وأيمان أنا قرن وأقدن كرنا هذا رحص الشيخ إدنا بلا تطوقة إيطابية وحو لميت كذا هبا ما مخليسا هذا رحص الشيخ وأكبر يا بلايو نابلاو وأكسر بعض بحنا وأكسر بحنا إيطاب إن سوات أفريقيا هذا رحص الشيخ وما هات سنتهاي ماذا حوين رحص الشيخ هذا رمح هذا ماذا حوين وما هات سنتهاي خير الله خصية ما مخليسا إيطابية يبقى على ميت كذا واحد الله بتطوق عيو كرو وحوي الدل كيسيبة هول عهية وحو كتر قري إنه دل كيسة بربرسن إنه سيشة ذي دتك أو كسيشة ذي إنه وحور هذه اللي هو كتر قري لكن وحبة كم وحبة كم شرو أنا إنا السومالي بقى لنا إلى هذا بروفيشنال وحي نكون هاي دجال يا حبط ما نكون هاي ما وحي كلا اللي يسوي جبهته وابه هوشين ديما وحاسدوا كلا تكسرنا قدوميال كلا دوان أو كمتلا dalka Koonfur Afrika gobolada kala duwan ee Soomaaliya hadalladoodina waxaa ka mid ah sidatan dawladda federaalka Itoobiya oo hoggaamiyaha Abiy Ahmed may lahaa
سوماليا ميبوا داد اسكهيرو ميل كسيورها سنالذن ودانك مركي هذا قبس تين ميبوا ها إتوبي دمايتي أنا ما أرجعي مركو ولي يروح أم بهاي كينغري إني هذا كتلا قالي إني هذا دمايتو معناها مركز ساس درتي ميلها أبي أحمد برنامج كاس إيه برنامج كاس أنا كتلا قالي إني دخلت يا كدمايتو ما يكين كدقي إني هذا فراكو لبتو أو قدام بيننا وحقاب تسكول أو حالي أنا عم باري قدوميها جاليد دلك كونفر أفريكا محمد عمر ورسام التلياني صوب بحين ما أنت مرك حكت وحرمنا إن باقا وقف إذا سن ما لحد نقرن كصوماليا دلك كونفر أفريكا قياسي أفرتن كنا صوماليا يا كنول ما أنت ما لحوين أما ما لحد نقرن كحالك أو درنا كأجمع بهني إن أنه بيسو كأجمع بهني إن رساس نسيسو haddii maanta ku dhawaaqda dalkaas inaan xabad u baahanyahay inaan ku difaacno waxaan diyaar u nahay hubkeena anagoo wadanno inaan dalka soo galno ayaan diyaar u nahay hadoo warku yahay dhaqaale hadoo yahay dhaqaale waxaan diyaar u nahay dhaqaale walba oo dalkaas lagu difaacayo inaan ku bixino qarash walba maalkeena iyo hantideena inaan ku bixino ayaan diyaar u nahay nafteena aan u bixino ayaan diyaar u nahay madaxweena waxaan ka sugnaa waa dhawaaqa hadalkaaga dagaal hadoon noqonnaa iyo diblomaasiyad hadoon noqonnaa doorki diblomaasiyada waa qaadanay doorki jaaliyadeed waa qaadanay doorki qurbada joog waa qaadanay hadaanna reed South Africa maanta waan soo baxnay codkeena waxaan gaarsiinay dawladda South Africa oo kamid ah ururada BRICS kamid ah midowga Africa hoggaan u ah ururkan sadex la yiraahdo ama sadexdeenka degan wadamadooda waxaan rajaynaynaa warqadaas aan gudbinay inay micno weyn Soomaaliya u fadhin doonto Soomaaliyana waxaan leenahay guul waxaan leenahay midnimo ma dooneyno konton sano kadib in dalkeena la isweydiiyo sida Falastiin oo kale oo dhagaxyahan ku soo aruurno ma dooneyno boqol milyan oo dul degan diyaar uma nihin wuxuu Ilaahay nama keniye inaan ooga tagno diyaar uma nihin Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada madaxda dalka Koonfur Afrika Pretoria